أريد أعمله في هذا الفيديو هو التفكير كيف قد يتفاعل أيون الهيدروكسيد هنا مع الجزيئات المختلفة التي لدينا هنا والمرسومة بالأصفر، وما أريد التركيز عليه أولا كيف أن هذه الجزيئات بالأصفر هي مختلفة. إذن هنا لدينا الكربون مترابط مع 3 هيدروجينات وذرة بروم. إذن هنا لدينا برومو ميثان. لكن الشيء المهم للتفكير به بالنظر إلى ما نتحدث عنه في هذا الفيديو هو حقيقة أن الكربون بالإضافة أنه مرتبط مع مجموعة البروم هو مرتبط فقط في الهيدروجين. إذا ممكن أن نسمي هذا الكربون كربون المثل. ماذا عن الكربون في هذه الحالة؟ هذا برومو إيثان. حسنا، هنا هذا الكربون هو بكل تأكيد مرتبط مع مجموعة برومو، لكن أيضا مترابط مع كربون آخر هو مترابط مع هذا الكربون هنا. إذا في هذه الحالة نسمي هذا برايمري الرئيسي أو الأولي، هو مترابط مع كربون آخر فقط. ماذا عن هذا هنا؟ نرى مباشرة أنه مترابط مع كربونين، هذا الكربون وهذا الكربون هنا، لذا نسمي هذا الكربون الثانوي سكندري. ثانوي سكندري، وهذا الكربون هو مترابط مع 3 كربونات أخرى، 1 2 3، لذا نسمي هذا كربون ثالثي تيرشري كما سوف نرى من خلال سياق هذا الفيديو. أن نوع الكربون الذي نتعامل معه عن طريق عدد الكربونات الأخرى المترابطة معه سوف تملي علينا أي نوع من التفاعلات التي قد تحدث له ومدى سرعة تلك التفاعلات عند حدوثها. لننتقل إلى هذه الحالة هنا، أيون الهيدروكسيد هذا هو محب للنواة، نيوكليوفايل، سيكون محب النواة في كل حالة نتحدث عنها. وتحدثنا عن أن محب النواة هذا هو شيء يتوق للتخلي عن الإلكترون الخاص به. ونفس الشيء يمكن تخيل أن هذا هنا هذا البروم يمكن أن يكون المجموعة التي ترغب بالفرار من الجزيء، فهو لا يمانع اكتساب إلكترون. لن أتحدث الكثير عن المذيب، فقط سنفترض أن المذيب هو مناسب لهذا النوع من التفاعل. يمكن التخيل أن محب النواة هذا أيون الهيدروكسيد هذا قد يريد إعطاء واحد من إلكتروناته إلى كربون المثل هذا، وحالما يحدث هذا فإن البروم يمكن أن يسترجع أو يأخذ إلكترون، هكذا يجب القول، ويصبح أيون البروم. الآن شاهدنا هذا النوع من التفاعل من قبل وسميناه SN2. إذا نسمي هذا سأكتبه بالأرجواني، نسمي هذا تفاعل SN2. لما هو S؟ لأنه تفاعل استبدال، حيث يتم استبدال البروم مع الهيدروكسيد. لما هو أن تعني محب للنواة، واثنان لأنه في خطوة واحدة لدينا كلا المتفاعلين يتفاعلان. أو طريقة أخرى للتفكير بهذا، تحديد الخطوة تتعلق بكلا المتفاعلات، وفي SN1 لدينا شيء واحد يغادر ومن ثم الآخر يعود من جديد، يحدث في عدة خطوات. هنا كلا المتفاعلين تتفاعل بشكل كافي، ومن أجل هذا سجلت هذا الفيديو حيث نريد أن نقارن ما هي التفاعلات التي تحدث ومدى سرعة حدوثها. هنا هذا يحدث بسرعة هادئة، quite fast، إذا بسرعة قليلة، وسنرى الفرق هنا، سنرى مدى سهولة وصول محب النواة إلى الكربون الذي يتفاعل معه، وهذا سيكون لا شيء يعترض طريقه. الآن لننظر إلى هذه الحالة مرة أخرى. يمكن تخيل محب النواة يريد أن يتخلى عن واحد من إلكتروناته للكربون من المجموعة المغادرة، تأخذ الإلكترون ويصبح لدينا أيون البروم. إذا مرة أخرى سيكون لدينا تفاعل SN2، لكن في هذه الحالة هذا سيحدث بشكل أبطأ من الحالة هنا على اليسار. ولما يحدث هذا مجموعة CH3 هذه هي أكبر بكثير
أكبر بكثير مما كان عليه الهيدروجين هنا، وهو نوعا ما يحجب محب النواة من الوصول لاتجاه معين. تذكروا كل ما نقول به الكيمياء في الكيمياء الفراغية تبدو أنه تفاعلات واضحة وسلسة، حيث كل شيء يعلم ماذا سيفعل فيتصطدم ببعضها البعض بشكل عشوائي. انتبهوا، وإذا كان لدينا سي اتش 3 الكبيرة هنا، هذه فإنها سوف تحجب محب النواة من الوصول إلى ذلك الاتجاه. في هذه الحالة هنا الهيدروجين هو ذرة صغيرة جدا، لن يقوم بالحجب بنفس المقدار كما يفعل السي اتش 3، وبسبب هذا سيكون ما يزال لدينا اس ان 2، لكن سيحدث ببطء نوعا ما. لذا هذا هنا على اليسار سريع نوعا ما، وهذا ابطا قليلا ابطا قليلا، لكن ما يزال سريع الى حد ما، a bit slower. ومن الواضح أني لن أعطي أرقام محددة، لأننا نتحدث عن معدلات تفاعل نسبية. الآن ننتقل إلى هنا، حيث لدينا كربون ثانوي. نطبق نفس المبدأ، ما يزال لدينا تفاعل SN2. محب النواة يعطي الإلكترون المجموعة المغادرة تأخذ إلكترون، إذا ما يزال لدينا تفاعل SN2. لكن الآن هناك أشياء أكثر تسبب الحجب، لدينا CH3 أعلى هنا ولدينا CH3 أسفل هنا، إذا هذا التفاعل سيحدث بشكل بطيء. الآن في النهاية لننظر إلى هذه الحالة، في الواقع هنا يوجد حجب لمحب أنواع من أن يعطي إلكترون إلى الكربون. لدينا CH3 هنا وCH3 هنا وCH3، كل واحدة من هذه ستكون أكبر بكثير من الهيدروجين. إذا في هذه الحالة يكون الحجب كبير، حيث يحجب هجوم محب أنواع عن الكربون، حيث يكون الحجب من عدة اتجاهات، ولن يكون لدينا هنا تفاعل SN2 هنا. إذا لنكتب not SN2، لا يوجد تفاعل SN2 هنا. وهذه الظاهرة التي نتحدث عنها في هذا الفيديو، حيث يتحدد التفاعل بواسطة ماهية شكل الجزيء وماذا يمكن أن يعترض طريقه، نسمي هذه الظاهرة الإعاقة الفراغية، steric hindrance. وماذا يعني إعاقة شيء ما؟ أن نعترض طريقه أو نجعل الأشياء صعبة الحدوث بالنسبة له. إذا في هذه الحالة مجموعات المثل تزيد من الإعاقة لمحب النواة حتى لا يتداخل مع الكربون. ستريك تعني ثلاثي الأبعاد، الشكل ثلاثي الأبعاد للجزيء، هو الذي الشكل الثلاثي للأبعاد، الأبعاد هو الذي يقوم بالإعاقة، وهذا ما نراه في كل هذه الحالة. الآن آخر شيء يمكن أن نفكر به أيضا، لما لا يتم دخول محب النواة من هذا الاتجاه؟ وهذا عمليا ممكن في تفاعل SN1. في تفاعل SN1 المجموعة المغادرة تغادر، لذا سيكون هناك فتحة لمحب النواة ليدخل منها لاحقا. لكن في هذه الحالة في الواقع لدينا المجموعة المغادرة تعترض الطريق، ستقوم بحجب محب النواة من الدخول من ذلك الاتجاه. إذا عند الحديث عن تفاعل SN2، محب النواة يأتي من الاتجاه المعاكس من حيث تغادر المجموعة المغادرة، من حيث تغادر المجموعة المغادرة. انتهى، نراكم.